هي سما ونادينا. هي كيفاش؟ هي سما ونادينا. انا سما يا دينا. هي طاحت عليها فكره وقالت لي حيت هي ديجا كتكتب كيعجبها تكتب الكلمات ديال الراي. طاحت عليها فكره وكنا كنقولوا نغنيو كنترددوا. واحد النهار صافي قالت لي اجي انت والله تنغنيو. قلت لها صافي زيد. قلت لها كنت كنقول مع راسي صافي عيجي الليل تنعس وتنسى. جا غدا قالت لي يلا. قلت لها فين؟ قالت لي مشي عيط للسيد اللي غادي يصاوبنا الديسك يلا معايا. صافي لبسنا حوايجنا مشينا عطينا هذاك الكلمات اللي صايباتهم. دازت شي 3 ايام عطانا لا ماكيت خدمنا عليها خرجنا الديسك. حنا ستيل الموسيقى ديالنا هو ستيل واي واي وحنا اول بنات كنديروا هذا الستيل هذا. بالفضل ديالنا ناضوا بنات جداد كيديروا هادشي وهذا الشيء كيفرحنا. حنا من قوة ما كنسمعوا هاد الستيل هذا هاد الستيل واي كنسمعوه كيعجبنا قررنا نديروا هادشي. واول حاجه حيت ما كانش قبل منا ما كانش بغينا نخليو بصمه بلي سما دينا هما الاولين داروا هاد الستيل هذا. الاغنيه هي هادي ايبيزا. ايبيزا تصورت ما بين طنجة مضيق فنيدق والاسبان. الاسبان حنا ما مشيناش ولكن صيفطنا المصور خدا لقطات من ايبيزا نيت واختارين هاد العنوان ديال ايبيزا حيت هي البلاصه اللي كتمنى اي بنت تدوز فيها شهر العسل ديالها. وصافي قلنا مارياج في ايبيزا. فات هذا بالنسبه للباس اي وحده كتلبس جين تي شيرت فوالا. هذا الستيل هذا اكتوالمون كاع البنات كيلبسوا هذا الستيل وما تلقاش شي بنت في الصيف ولا شي حاجه كتلبس دي غوب ما كت فوالا. حنايا كوم سا ابا حنا لا طاي ديالنا هكا اون بي با شون ما كناش نبدلوا شي حاجه. انتقادات البناءه كنتقبلوها بكل روح رياضيه ولكن واحد ما عنده ما يدير جالس اري ندخل عند سو مدينه ندير 10 دراهم ديال الروشاج ونجلس حيت فريمون اللي عنده ما يدار ما غاديش يبقى يهضر بهذاك المستوى الطايح حيت هذا المستوى الطايح راه عنده مواليه. هي زوينه حيت حنا اقسم بالله العلي العظيم عمرنا ما درنا كنحلف دابا قدام سيدي ربي لا اوبيراسيون ولا كنلبسوا شي حاجه اقسم بالله العلي العظيم عمري ما لبست شي حاجه بس زعما تكبر لاطاي ولا شي حاجه كنقسم بالله وربي احسن من كل شيء. وي لقب زوين صراحه لقب زوين زوين فوالا الماكله والخبز ديال الدار وصافي ودي سبور والراحه والقلب والقلب بارد. حنا في الاول ما كناش كاع عارفين اللي غادي دير هذا نسبه المشاهده كامل نورمال غدا حكينا صافي كاع اللي كاع الناس اللي كيحطوا في اليوتيوب وداك الشيء حتى حنا نحطوا في اليوتيوب نورمال ويزاوت سبونسورينغ والو ما درنا لا سبونسور لا والو. من بعد المهم البساطه الناس حب الناس او كنت عاملو سبونتاني ما صافي كنشدو حاجه منين خففت. في الاول المهم في الاول انا جاتني فكره كنا في الاول كنلحنوا غير ديك نتا القلب نتا القلب هي اللي عارفينها باغ صديق مسرد له في انستغرام يريبوندي بالجرام ما عارفينش كيف كتجي عارفين شير. من بعد صافي بالنسبه لايبيزا صافي هضرت انا وسمية قلت لها شنو الموضوع اللي نهضروا عليه صافي قلت لي الزواج هذا ايبيزا زعما الزوج مستقبلي زعما كي كنبغي المثالي هذاك هو الزوج المثالي زعما يكون اوبن هو يكون عقليه اوبن. وان شاء الله بوكو با كان بيانتو ديجا هضرنا على واحد السيد على حساب واحد الفيستيفال دي غايا وجده وجده.